لأنه كمان فيه مطالبة لقناة الأهلي. نحن نحترم الجميع، وزي ما أنا قلت مرارا وتكرارا، نحن قناة لكل الأندية، لكل الأندية. يعني عايز تشتغل لكل الأندية اشتغل، لكن دي قناة نادي بتعبر عن وجهة نظر النادي، ده التوصيف المهني ليها، ده دورها وده رسالتها وده الترخيص بتاعها بالمناسبة. زي أي قناة هي ملتزمة برسالة هذا النادي وضوابط هذا النادي وسياسات وحقوق هذا النادي. أنت عايز تفتح على الجميع، هذا يخصك، لكن ما يخص النادي الأهلي، ملك وكتابة لن يدعك أبدا تسيء للنادي الأهلي. ملك وكتابة هيفضل دايما وأبدا ملاحق أي كلمة تسيء للنادي الأهلي وثوابت النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي وحقوق النادي الأهلي. ابعد نبعد، هنقرب هنوجع.